السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا النهارده ايه؟ قراءتنا لمواليد برج الحوت. برج الحوت 13 ابريل، ده التاريخ. الفيديو بتاعك التاريخ علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ركز معايا كويس جدا علشان باذن الله يكون في خير حلو على حياتك وفي تقدم طال انتظاره، وكمان الفتره دي هتكون فترتك انت لتخرج من اي مشكله مؤثره عليك او من اي ضغط نفسي عامل لك طاقه، عامل لك مشكله، عامل لك ازمه، عامل لك اي حاجه فيها ضغوط. فركز معايا كويس جدا في الطالع بتاعك وباذن الله يكون طاقه ايجابيه. برج الحوت، ادعم الفيديو اهم حاجه باللايك وبالتعليق علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دايما اقول عليكم رغم نصيحتكم ورغم الذكاء بتاعتكم او الذكاء بتاعكم بمعنى اصح، عندكم طيبة قلب خارقة. طيبة قلبكم دي ما شاء الله عليها بجد، بتحميكم من حاجات كتيرة جدا، بس بتوقعكم في مشاكل مع الاهل. ليه؟ علشان خاطر انتوا يعني بتتعاملوا بما يرضي الله مع كل الناس اللي في حياتكم، بتتعاملوا كده بطاقة ايجابية، بتتعاملوا ان انتوا يكون عندكم ثقة بالنفس عالية. فعشان عشان كده الفترة اللي جاية هيكون في تقدم. البعض منكم عنده ذكرى، الذكرى دي مأثرة عليه في أكتر من حاجة، في حاجات انتوا شاغلين بالكم بيها بس عايزين تعملوها، يعني رغم ان هي انتوا شاغلين بالكم بيها رغم ان انتوا برضو عايزين تعملوها بقدر المستطاع. كمان خايفين من حاجة تحصل، الحاجة دي عاملة لكم قلق، عامله لكم حيره على جميع الاسود، عامله لكم اكتر من تفكير في حياتكم. كمان البعض منكم هنا هيكون عنده ثقه بالنفس حلوه جدا جدا جدا، والثقه دي هيكون ازدهار عالي، او هتعملوا حاجه جديده ما خدتوش بالكم منها، فهيبقى في خطوه ايجابيه لحياتكم. كمان البعض منكم ناجح في موضوع شغل او موضوع مشروع، ناجحين في نجاح حلو جدا الفتره دي. في طاقه جديده هتتوزع على حياتكم، الطاقة دي هتكون استقرار نفسي، هتكون استقرار على اكتر من موضوع او على اكتر من هدف. ما شاء الله عليكم، انتوا طاقتكم عالية، طاقتكم فيها ازدهار حلو، فيها طاقة ايجابية، فيها خطوة جديدة على اكتر من موضوع عندكم او على اكتر من حاجة معينة. كمان انتوا هنا عندكم هدف، الهدف ده بترسموا عليه حلم، او انتوا احلامكم كتيرة بتحلموا، بتحبوا الاحلام الكتير، بتحبوا الاهداف الكتير، بتحبوا يكون عندكم اكتر من هدف، اكتر من شغلانة، اكتر من حلم. البعض منكم مستني طاقة، البعض منكم مستني موضوع، البعض منكم عنده طاقة معينة فيها شفاء، طاقة معينة فيها خبر حلو. البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه مستني نجاح في لم شمل، نجاح في محكمة، انتم مستنيين طاقة نجاح. طاقة نجاح دي كبيرة هتتوزع عليكم الفترة دي وهيكون فيها ازدهار حلو، هتكونوا فيها طاقة مندفعة لقدام. عندكم تجربة فاشلة والتجربة الفشل دي مخلياكم انتم بتبصوا لقدام بشكل مختلف، عندكم كمان اكتر من موضوع بيتفتح قدامكم، المواضيع اللي بتتفتح قدامكم دي بسم الله ما شاء الله عليها كلها طاقة ايجابية، كلها فرج على جميع الاصعد بتاعتكم. البعض منكم مستني طاقة جديدة، البعض منكم مستني حاجة جديدة يفعلها بما يرضي الله، فعشان كده الوضع عندكم هيتحسن الفترة اللي جاية، والطاقة بتاعتكم هتاخد دور كبير جدا في النجاح، او انتوا هيكون عندكم ازدهار قوي جدا الفترة دي، وبرضه هيكون عندكم دفعة لقدام وهتكون عندكم طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية دي من خلالها كام يوم بالظبط ممكن يكون اسمة كبيرة جدا في السفر هتتفتح قدامكم، اسمة كبيرة جدا في الوضع بتاعكم هتتجدد، هيبقى في مواضيع برضه هتاخدوا وتدوا فيها. البعض منكم في كذا حاجة هيعملها الفترة اللي جاية وهيكون مبسوط او هتكونوا مبسوطين جدا بيها. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليكم وعلى التبشرات الحلوه اللي هتكون عندكم، او على الخروج من المحنه، خروج من الضيق اللي عندكم. البعض منكم مستني سفر، البعض منكم مستني ورقه تجيله فيمضيها، انتوا داخلين مشروع جديد فمستنيين امضه تمضوها علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. يعني انتوا عندكم اكتر من اسم مفتوحه قدامكم، اكتر من تحقيق هتحققوه الفتره دي، فبلاش القلق، بلاش الطاقه السلبيه، بلاش الهموم اللي
مأثرة عليكم، بتخليكم دايما بترجعوا لورا كل ما تقولوا هانت في أكتر من حلم. وعندكم الحياة العاطفية هيكون في راحة، أو هيكون في لم شمل، هيكون في رجوع، هيكون في طاقة إيجابية من ناحية العاطفة بشكل كبير جدا الفترة دي. عندكم كمان خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من هم كبير شايلينه فوق كتفكم. تاني حاجة اقدر ابشركم ان انتوا عندكم بشرة حلوة، البشرة الحلوة دي هتكون جميلة جدا، حد هيبشركم بيها الفترة دي، وهتفعلوا عمل صالح. انتوا ناويين على حاجات كتيرة جدا تفعلوها في حياتكم، ناويين على اكتر من حاجة ان انتوا تمشوا فيها خطوة ورا خطوة وتفعلوها، وعشان كده دايما ربنا واقف في وشكم، دايما ربنا بيديكم الحاجة اللي انتوا عايزينها واللي انتوا تمشوا عليها. عندك شوية اشخاص واقفين في وشكم مش عايزين لكم الخير، مش عايزين لكم النجاح، واقفين بينكم وبين تحقيق حلمكم، وانتوا ناويين تشتغلوا وناويين تعافروا بشكل مختلف. كمان انتوا هنا في بشرة، والبشرة دي مستنينها، هتكون عمل صالح، هتكون صدقة جارية، هتكون حاجة مهمة، حاجة جديدة الله أعلم. البعض منكم هنا مستني حاجة من برة، مستني حاجة تجيله. انتوا هنا هتقولوا الحق، هيبقى في شهادة عندكم هتقولوا فيها الحق، هتقولوا الكلام الصح، وهتبعدوا الطاقات السلبية عندكم. كمان البعض منكم هيجي وهيبقى في شغل بينكم وبين حد، بس احذروا من الامور تتقلب عليكم. ليه؟ علشان انتوا هنا شايلين هم الدنيا فوق كتفكم. دايما نقول ان انتوا شايلين الدنيا كلها. البعض منكم كمان هنا مستني بقدر المستطاع مال جايله، او مبلغ من المال هيجيله الفترة اللي جاية. المبلغ ده هيكون رزق جدا، او رزق حلو ليكم ولحياتكم. انتوا ناويين هنا تطعموا حد مسكين، ناويين تطلعوا حاجة لله الله اعلم، بس انتوا تفكيركم كله ايجابي الفترة دي، ان انتوا بقدر المستطاع عايزين تعملوا حاجات كتيرة جدا. عندكم حد خرج من حياتكم، او ست خرجت من حياتكم. الست دي كانت حقودة، الست دي كانت بتحب نفسها، ما بتحبش حد من اللي حواليها، فانتوا قررتوا ان انتوا تخرجوها، وبالفعل خرجتوها شكل كبير جدا، وقلتوا الست دي مستحيل تكون في حياتنا. بس وشكم دبلان شوية، وشكم تعبان، انتم رميتوا طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم، علشان كانوا دايما او اكتشفتوا دايما ان هم بيوقعوكم في مشاكل. البعض منكم هنا عنده عقبة موجودة في وشه، ومن ورا العقبة دي هو ظلم نفسه بشكل كبير جدا. انتوا ظلمتوا نفسكم الفترة دي على ورث، على ناس دخلتوها في حياتكم الله اعلم، بس حصل عندكم كبة من الظلم الكبيرة جدا، وعشان كده انتوا هنا حاطين ايدكم على خدكم وبتدعي ربنا. لازم تحصنوا البيت فورا، علشان خاطر النمل ممكن يكون في البيت، او ممكن تكون انتوا عليكم عيون شديدة، فلازم التحصين ليكم انتوا اساسا، علشان خاطر اي طاقة سلبية تطلع من عندكم. البعض منكم هنا هيعمل رضا، هيرضي ربنا. انتوا ناويين تشتغلوا بالفعل، عندكم رمز الهدد، ورمز الهدد ده بيدل على الخير وعلى الاخبار من الناس الغايبة، الناس اللي بعيدة عنكم. كمان انتوا حاطين اولويات قدامكم، حاطين اشياء قدامكم، حاطين مسؤولية قدامكم، حاطين حاجة قدامكم وعايزين تشتغلوا عليها. بقالكم سنين عمالين تعافروا، بقالكم سنين حاطين كذا حاجة قدامكم وعايزين توصلوا ليها. البعض منكم شغال في عقارات، البعض منكم شغال في حاجات تخص الحكومة، البعض منكم عنده منصب او هيبقى في منصب حلو. انتوا عشتوا كتير جدا من اليأس، من الظلم، عشتوا فترة كبيرة جدا من كسرة القلب، دخلتوا في اكتر من علاقة ومفيش اي علاقة كملت، دخلتوا في اكتر من حاجة ومفيش اي استكمال كان في حياتكم بالكامل. البعض منكم اشتغل واتبهدل وعافر، البعض منكم سافر وجه وراح غربة، البعض منكم يعني شرب بمعنى الكلمة المر في حاجات كتيرة جدا علشان يوصل للهدف بتاعه أو يوصل للحلم. ما لقيتوش حد جنبكم، وده اللي باين لكم قوي، ان انتوا ما لقيتوش حد جنبكم وقت ما انتوا كنتوا محتاجين، كل الاهالي جات عليكم. كمان في حد مستلف منكم فلوس، او انتوا ليكم عند حد فلوس ومحدش راضي يعبركم ولا حد راضي يرد عليكم، وده طبعا حاجه مضايقاكم انتوا جدا، وبتقولوا ليه الطمع تطمعوا في حاجات غيركم. طبعا الموضوع ده انتوا مش عاجبكم، وعشان كده قطعتوا علاقاتكم باخوات بحد.
عندكم مرات اخ، المرات اخ دي مرات اخ او مرات اب او مرات عم. دي حقودة ما بتحبش غير نفسها. انتوا عندكم في حياتكم اسم احمد واسم يوسف واسم خالد. الاسامي دول موجودين في حياتكم، بينكم ما بينهم رابط، بينكم ما بينهم صلة، بينكم ما بينهم كلام، الله اعلم، بس الاسامي دي بالفعل موجودة جدا، موجودة عندكم في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم طاقة فرج أو طاقة شفاء من مرض أو طاقة خروج من محنة. البعض منكم حاطط البعض منكم ما بيقدرش ينام، البعض منكم بيحط دماغه على المخدة ما بيقدرش حتى يغمض عينيه، وده بسبب ان انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل معاكم. عندكم اكتر من علاقة في اخوات، انتوا ممكن يكون عندكم اخوات كتير او عندكم اولاد كتير، عندكم علاقات بحد بتربطكم كتير، بس مفيش الصلة الكاملة، مفيش الصلة اللي بالمحبة الشديدة بينكم، عادي بتتعاملوا معاملة خارجية. كان في صاحبة عندكم، الصاحبة دي كانت فتنة قوي، الصاحبة دي ما كانتش غير بتحب غير نفسها، وانتوا اكتشفتوا ان هي خاينة، عملت فتنة بينك وما بين حد او بينكم وما بين حد. كان من اسمها ممكن يكون حرف الالف او الميم او السين. انتوا خرجتوها من حياتكم فورا جدا، وقلتوا عليها انتوا بتعملي فينا حاجات كتيرة جدا غلط، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. كمان الايام دي احلامكم مزعجة، بتحلموا باحلام فيها خيانة، بتحلموا باحلام فيها كوابيس رهيبة، وده طبعا حاجة ازعاكم جدا. الشريك عنده طرف ثالث، الشريك ممكن يكون عنده مواضيع مضايقاه، الشريك عنده ضغوط نفسية، الشريك او انتوا مع شريك اناني ما بيحبش غير نفسه. عايزة اقول حاجة، ان الشريك عندكم بيحبكم جدا، بس انتوا في وضع سلبي من كتر الافكار، بس كمان عندكم طاقة شفاء، وطاقة الشفاء دي هتخليكم تغيروا من نفسكم، وهتعرفوا قد ايه نعمة ربنا عليكم. انتوا جد بتحبوا جدا الوالدين، ما بتحبوش ابدا تعصوا الوالدين، ما بتحبوش ابدا تعملوا حاجة تدل على الغلط، بالعكس ماشيين دايما بما يرضي الله، وبتقولوا احنا هنمشي بما يرضي الله، واللي ربنا كاتبه لنا هو اللي هنشوفه. اتظلمتوا من اقرب ما ليكم، واتظلمتوا من ناس كتيرة جدا، فعشان كده ما بقيتوش خايفين من اي حاجة. اقدر ابشركم ان هيجيلكم مبلغ من المال كمان فترة، المبلغ ده انتوا ممكن تعملوا عملية بيه ليكم، او ممكن تبداوا تعالجوا حاجه عندكم. كمان انتوا قررتوا ان انتوا تغيروا من نفسكم بشكل كبير جدا. البعض منكم 99 ناوي يشتغل على نفسه الفتره دي، ناوي ان هو يغير من حياته، اذا كان في شكل، اذا كان في لبس، اذا كان في موضوع، اي حاجه ناويين تغيروا على نفسكم. اخدتوا كده الاكاديميه بتاعتكم، اخدتوا كده الطاقه بتاعتكم، وعشان كده هيكون في فرج عليكم وطاقة إيجابية. كمان انتوا ناويين تطلعوا من السجن اللي انتوا فيه، او في حد عندكم في سجن، في ضيق انتوا بتدعوا له دايما، الله اعلم، بس انتوا ناويين تخرجوا من السجن اللي انتوا فيه حاليا. البعض منكم عنده اطفال معذبين، ومفيش تفاهم خالص، مفيش سلبيات، دايما انتوا بتحط عليكم من اهل الشريك او من الناس المقربه لكم. كمان القلب عندكم مازال في جرح، والجرح ده كبير جدا، كل ما تقولوا خلاص هنشفيه بتلاقوه كده اتفتح تاني قدامكم، وبداتوا تفكروا بسلبيه. دايما انتوا بتعرفوا تسحبوا الطاقه السلبيه من الاخرين، وده اكبر غلط عليكم. انتوا ما ينفعش تعملوا كده، لازم تتعاملوا مع الاخرين، يعني كل واحد يكون فيه اللي فيه، اما ما ينفعش انتوا تسحبوا الطاقه السلبيه. لما انتوا تسحبوا الطاقه السلبيه انتوا اللي هتتعبوا، وعشان كده لو قعدتوا مع نفسكم هتلاقوا نفسيتكم تعبانه قوي. البعض منكم هنا بياخد علاج، البعض منكم بيعمل حاجات مختلفة، بيعمل حاجات جديدة، بيعمل حاجات تطوير من نفسه، تطوير من علاقاته، تطوير من الرابط اللي بينه وما بين حد. في حد ست كبيرة عندكم، الست الكبيرة دي بتحبكم قوي، الست دي في رابط بينكم وما بينها، في صلة دم ولحم بينكم، ناويين تهدوها هدية او ناويين يبقى في هدايا بينكم. كمان انتوا ممكن تكونوا ناويين تعملوا حاجة جديدة، حاجة مختلفة عليكم انتوا. في واحدة عندكم من الصلة منكم، دمكم ولحمكم، برضو بتحبكم جدا وبتحب لكم الخير، هي ممكن تكون اخت، ممكن تكون مقربة ليكم، فعلا بتحب لكم اوي الخير، وعايزاكم دايما ناجحين، ودايما يكون عندكم طاقة ايجابية.
البعض منكم هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد زرع كتير جدا خير، وبيحصد الفترة دي الخير اللي هو زرعه في مع الناس اللي في حياته. انتوا بتفعلوا الخير وما بتستنوش مقابل، والمقابل هو اللي هيجيلكم من عند ربنا سبحانه الله وتعالى، فما تقلقوش خالص. طول ما انتوا ماشيين بما يرضي الله اتأكدوا انه في الوقت المناسب ربنا هيسر لكم الامور اللي قدامكم. وزي ما قلت لكم العقبة او الشخص او الحد اللي عمال يفسد عندكم في حياتكم ده، فاقرب وقت بإذن الله ربنا هتلاقي الامور تيسرت، وهتلاقي الامور بدأ يكون فيها حسبان اكتر وبشكل مختلف. فما تقلقوش خالص، علشان المواضيع اللي عندكم دي ملازماكم بالطاقة السلبية وملازماكم بالعراقيل اللي موجودة في حياتكم، فلازم تدوا نفسكم طاقة ايجابية لقدام علشان خاطر تحصدوا كل اللي انتم محتاجين تحصدوه في حياتكم. البعض منكم داخل في مشروع او داخل في حاجة، والحاجة دي تعبانة نفسيا وعاملة له كتلة من المشاكل. البعض منكم ممكن كمان هيحل المشكلة ليه الفترة اللي جاية. طيب بينكم وبين الشريك زي ما قلت لكم نفور، مفيش تفاهم بينك وبين الشريك او بينك وبين الشريك، وده بسبب ان انتوا ضغطوا، انتوا الاتنين عمالين تضغطوا على نفسكم او العراقيل اللي قدامكم دي. الفصل اللي انتوا فيه حاليا ده هو موقف او حاجة انتوا واخدينها من حد قدامكم. انتوا هيبقى في مكالمة او انتوا مستنيين مكالمة الفترة دي، هيبقى في اتصال بينك وما بين حد او بينكم وما بين حد، والاتصال ده هيكون حلو جدا، هيخليكم تاخدوا قرارات حاسمة وقرارات مهمة جدا في التعامل مع البشر اللي حواليكم. البعض منكم هنا مسكين جدا، البعض منكم هنا تحطم بمعنى الكلمة، وده بسبب انه دخل حد في حياته محسش ان هو بيأذيه ولا حس بالخذلان ولا بالنفاق غير لما اتضرب واخد الضربة القوية. فانتوا بلاش، دايما اقول لكم بلاش تظلموا نفسكم في عقبات انتوا ما تعرفوش عنها حاجة او حاجات ازياكم بمعنى الكلمة. البعض منكم نايم، البعض منكم ساكت، البعض منكم ما بقاش يتكلم زي الاول، بس انتوا حرفيا ناويين تكشفوا. البعض منكم هيبقى عنده فحوصات لجلسات، هيبقى عنده فحوصات ليكم انتوا ان شاء الله باذن الله. البعض منكم عنده مناطق معينه في جسمه وجعاه، فناوي يكشف او ناوي يغير بمعنى اصح الوضع اللي هو فيه. انتوا دايما بتسبحوا، دايما بتصلوا، دايما بتقروا قرآن، قريبين جدا من ربنا، او حتى لو انتوا بعاد عن ربنا بالصلاة او بالذكر دايما قلبكم في حاجة تخص ربنا، بتخافوا جدا ان انتوا تعصوا ربنا، وده ما شاء الله فيكم طبع كده ملازمكم من زمان جدا. اغلبكم بيخاف جدا يعصي ربنا، بيخاف جدا انه يعمل حاجة غلط مع حد او حتى مع نفسه، فعشان كده دايما في رابط بينكم وبين ربنا. في حد هيجي لكم الكام يوم اللي جايين دول وهيستشيركم في حاجة او هياخد رأيكم في حاجة. انتوا عندكم بعد 9 ايام او بعد 9 اسابيع في حاجة هتسمعوها، والحاجة اللي هتسمعوها دي هتخليكم تعرفوا مين الناس اللي عاملاكم السحر او مين الناس اللي دايما بتظلم فيكم، ودايما هم العقبات الاساسيين اللي موجودة في حياتكم. بس انتوا لازم تبعدوا عن القلق وتبعدوا عن الحيرة وتبعدوا عن التوتر وعن اي طاقة سلبية متوزعة عليكم، ولازم تمسكوا بيتكم وتنظفوه وتبعدوا اي حسد عن حياتكم. الحسد ممكن يأثر عليكم انتوا، يأثر على اولادكم، يأثر على الشريك، ممكن يأثر على البيت بالكامل، وعشان كده انتوا بتحبوا تخرجوا، بتحبوا تطلعوا، ما بتحبوش قعدة البيت زي الاول. في الاول كنتوا تمام مفيش اي مشكلة، دلوقتي بدأتوا تكرهوا قعدة البيت بطريقة رهيبة جدا، ما بقيتوش حابين تقعدوا، ما بقيتوش حابين تتكلموا في اي حاجة في قعدة البيت. البعض منكم شغال اكتر من مشروع، البعض منكم شغال اكتر من شغلانة، البعض منكم حاطط حاجة قدامه وبياكل في نفسه لدرجة انه ما بينامش، ما بياكلش، ما بيشرب، ممكن يلغي اي حاجة في يومه، اي حاجة في وقته علشان يكبر مشروعه علشان ينجح. حصل عندكم خسارة اكتر من مرة في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا ناويين تشتروا او ناويين تنزلوا تشتروا هدوم ليكم، ناويين تجيبوا حاجة من محلات من ستايلات معينة ليكم، الله اعلم. حاطين عندكم فلوس في البنك او حد هيحط لكم فلوس في البنك، او هتاخدوا فلوس من حد وهتحطوها في البنك، انتوا هيبقى عندكم صلة بالفلوس في البنك، او حد من بره هيبعت لكم فلوس في البنك الله اعلم، بس هيبقى عندكم مبلغ من المال حلو جدا هتحسنوا بيه الدخل بتاعكم، وممكن تاخدوا المبلغ ده وتدخلوا في المشروع اللي هينجح باذن الله، او ممكن تسيبوه في البنك وتحطوه وكمان يدخل لكم ليكم انتوا ربح حلو جدا، علشان انتوا عندكم مبلغ من المال زي ما قلت لكم هيكون حلو جدا وهيساعدكم على المعيشة
بتاعتكم. كمان البعض منكم حاسس ان هو في غربة، والغربة دي ملازماه في حاجات كتيرة جدا، او ممكن مش لازم تكونوا في غربة، ممكن تكونوا قاعدين مع ناس في ارض البيت وحاسين دايما بالغربة، محدش بيطبطب عليكم، محدش بيسألكم فيكم ايه او مالكم او الدنيا ماشية معاكم ازاي. فزي ما قلت لكم الافكار السلبيه دي مأثره عليكم في حاجات كتيره جدا، في كذا حاجه مأزياكم، في كذا حاجه معامله لكم العراقيل، في كذا حاجه ضغطاكم الضغط النفسي. فعشان كده انتم مقررين تشتغلوا، وفي نفس الوقت مقررين تدوا نفسكم دفعه لقدام بشكل ايجابي. كمان انتم هنا ممكن تكون عندكم جنود، عندكم جيش، عندكم ناس وراكم، شعب وراكم. البعض منكم ممكن يكون عنده شغال ومعاه ناس ورا ظهره، والله اعلم، او انتم من عيلة كبيرة عندكم جيش، عندكم ناس ورا ظهركم، الله اعلم. في حد رمى نفسه في النار عندكم في حياتكم، حد دايما كنتوا بتتكلموا معاه، والحد ده كان بيتصنع دايما ان هو يظهر احلى ما عنده، او يظهر ان هو كويس، او يظهر بمعنى صح ان هو بخير. فانتوا قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعفروا، قررتوا ان انتوا تبنوا الحلم بتاعكم. فطول ما انتوا شغالين على نفسكم، طول ما انتوا قريب جدا هتكونوا في قمة الازدهار، وهتكونوا عندكم رضا تاما. وزي ما قلت لكم انتوا داخلين الايام اللي جاية بقوة وبعزيمة وبحاجة خارقة او حاجة مختلفة. ليه؟ علشان لو انتوا كنتوا عاملين خطيئة فانتوا قررتوا ان انتوا تتوبوا عنها، لو انتوا عاملين ذنب فانتوا قررتوا ان تتوبوا عنه. اي حاجة هتأذيكم او اي حاجة هتكسر بقلبكم او هتحسوا ان فيها زبزبة او فيها كركبة، انتوا ناويين تغيروها بشكل كبير جدا. فالايام اللي جاية هتكون ايامكم انتوا، فلازم تحصدوا الخير اللي انتوا مستنيينه، ولازم تركزوا تركيزا تاما على الاخبار بتاعتكم السارة. ليه؟ علشان انتوا في كذا اتجاه قدامكم شغالين عليه. عندكم نسب، في خطوبة جديدة، في زواج جديد. انتوا مشكلتكم ان انتوا حتى لو انتوا مش كويسين، اي حد بيكلمكم بتقولوا له ان احنا كويسين وان احنا بخير، وده غلط جدا. انتوا لازم تفعلوا حاجات مختلفة، يعني مش لازم كل الناس تعرفوهم ان انتوا بخير. انتوا ساعات ما بتكونوش ان انتوا بخير فعلا، وبتبلغوا الناس العكس تماما، ودي حاجة بتأذيكم جدا. زي ما قلت لكم انتوا ممكن يكون عندكم نسب، عندكم خطوبة هتتم على خير، عندكم جواز هيتم على خير، عندكم رابط قوي جدا جدا هيكون حلو، وهيكون طاقة ايجابية ليكم. شوفوا انتوا عايزين ايه، او شوفوا انتوا بترددوا ايه في بالكم، او شوفوا انتوا مستنيين ايه. الطاقة بتاعتكم فرج، الطاقة بتاعتكم خير، الطاقة بتاعتكم هتحصنوا نفسكم من اي طاقات سلبية. ليه؟ علشان انتوا بعدتوا حاليا عن اي مشاكل او اي عراقيل او اي ضغوط نفسية. العقبات اللي موجودة قدامكم واحدة واحدة هتتسحب، انتوا طلعتوا خلاص السلم، فما تقلقوش خالص. انتوا كلها قدامكم كام يوم، كام ساعة، كام سلماية، كام خطوة، وهتقفوا على ارض صلبة. وبمجرد ما هتقفوا على ارض صلبة هتعملوا كذا حاجة مختلفة. في كام حاجة كده رسمينهم في بالكم، انتوا قررتوا ان وقت ما تطلعوا المنصب ده او تاخدوا الترقية دي او تقفوا على الارض دي هتفعلوا حاجات كتيرة جدا، وهيبقى في طاقات كتيرة مختلفة. كمان البعض منكم شايل هم كبير جدا على كتفه ماشي بيه لوحده. انتوا ممكن تكونوا في غشامة على عينيكم، في حاجات انتوا مش شايفينها، في حاجات انتوا مش اخدينها مش حاسبين لها، او في حاجات بمعنى اصح انتوا مش اخدين بالكم كويس جدا منها. فعشان كده انتوا مركزين قوي الفترة دي ان انتوا يكون عندكم ازدهار في حياتكم، وعندكم خروج من محنة وخروج من ضيق. ليه؟ علشان خاطر انتوا فعلا اتألمتوا اكتر من مرة وتعذبتوا كتير جدا. دايما كل كلامكم بيطلع منكم بحكمة، بيطلع منكم بإخلاص كده وقوة خارقة. أتمنى لكم كل ما هو جميل، بس لازم تخلوا بالكم من نفسكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من صحتكم على قد ما تقدروا. أتمنى لكم كل ما هو جميل من أجل عيونكم.